هذا ما قالته الفنانة الكوميدية أمل طالب. هلا بصراحة بتعرفوا حين اللبنانيين هيك بيلعبوا لعبات، بس أنا مني إلا يعني من مش يعني القصة فجأت فيها. أمل طالب سمحت لحالي أنا خليها تحكي هلا دقيقة، لأنه هلا بكون طلال حكي عني الشعر الخال والخال، وأنت الضوء وأنت الشمس وأنت وكذا. قلت محل الضوء والشمس أمل طالب اللي هي بتعرفوها ببرنامج على البي سي. بس ولو دقيقة أمل، بهمنا هيدا المشروع يكون إلي كلمة، لأنه هو إضاءة وبتعرفي ماركتينج أنت بشخصيتك. هلا محضورة. مساء الخير. فبس شوف هيك شيء بصير عندي امل انه يمكن هني ما عندهم امل، بس ولادهم بصير عندهم امل انه بركي حتفتح جامعات، بصير عندي امل انه رح تفتح مسارح ومكتبات، وبصير عندي امل انه رح تفتحوا لنا فري واي فاي بليز، هيك بنصير نجي داونلود كل الوقت عندكم. ميرسي كثير، وانا كثير بتشرف انه انا معكم اليوم، وعن جد شكرا وبالتوفيق. ثانك يو.